بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف تقع كثير من النساء في الربا دون أن تعلم، وربما بعض الرجال أيضا. كثير من الناس وكثير من الصياغ بيبيع الذهب بالتقسيط، وكثير من النساء يتكسر عندها خاتم أو حلق أو يقدم، فتروح رايحة للسايخ ومبدلة الخاتم ده بخاتم تاني جديد، ودفع فرق الثمن وهي واقفة. خاتم ينكسر، حلق يتكسر، خاتم يقدم، عايز تغيره بخاتم أحسن، ولا تعلم أنها تقع في أكبر الكبائر، الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، ولكن يدا بيد. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء، لا تشفوا بعضها على بعض، ما تفضلوش بعضها على بعض. يعني لو رحتي وبعتي خاتم عيار 24، بديتي بخاتم تاني عيار 24، وكان الخاتم ده وزنه 5 جرام، وبديتي بخاتم تاني 5 جرام أهو، بس دفعتي فرق مصنعية بس، وقعت في الربا، مع انهم خلي بالك مع انه نفس العيار نفس الوزن، لكن ما هوش نفس، مش سواء بسواء. لان الخاتم القديم قيمته قلت عن الخاتم الجديد، لان الذهب يفقد مصنعيته. ليه؟ لان هذه الاشياء سعرها بيتغير في البورصه العالميه سريعا جدا، كل ساعه السعر بيتغير. ف ما ينفعش ان انا اخر الثمن. لذلك لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، ولا يجوز ابدال ذهب بذهب وتاخير ودفع مال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لازم يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. لا يجوز ان انسان يبدل ذهب بذهب و يدفع فرق الثمن، لان في الحاله دي وقع في الربا، لان بقاش سواء بسواء. ف ما نفعلش كبيره من الكبائر بدون سبب. ما تعملي ايه او تعمل ايه؟ تروحي للسايغ تبيعي الذهب القديم اللي عندك ده وتاخدي الفلوس، وتروحي للسايغ تاني او تيجي للسايغ ده في يوم تاني وتشتري ذهب جديد، او تطلعي بره المحل ساعه وارجعي تاني، امن. لان المساله في منتهى الخطوره. تعرفين الربا؟ الربا ده من اكبر الكبائر على الاطلاق. ربنا قال: ويمحق الله الربا. ربنا قال سبحانه وتعالى قال ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. سمى المرابي كفار، مش كافر، كفار شديد الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الايه: يبعث آكل الربا مجنونا يتخبطه يوم القيامة، يبعث آكل الربا مجنونا يتخبط، يعني يطلع من القبر عامل زي السكران، زي اللي عنده صرع، يتخبطه الشيطان من المس. المشكلة وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: درهم من الربا أشد عند الله من 36 زانية أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحن الكعبة، والعياذ بالله. يعني بمعنى صح، اللي بياكل درهم ربا أشد عند الله سبحانه وتعالى من يزني 36 مرة. أقل واحدة فيهم كانوا بيزني بأمه، يعني لو واحد زنى بأمه والعياذ بالله في داخل الكعبة 36 مرة، ما بلغش درهم ربا ياكله. خلي بالكم، مسألة في منتهى الخطورة. فكثير من الناس لا تعلم ذلك. كثير من الناس فبتروح رايحة للسايخ وشاري ودفع وجاله خاتم، واخدة خاتم تاني ودخل واخدة فلوس ودفع فرق الثمن. اوعي تعملي كده، المسألة في منتهى الخطورة. بيع الخاتم، خدي الفلوس، وبعدين بالفلوس تروحي تشتري، روحي سايخ تاني واشتري خاتم جديد. لكن ما نبادلش خاتم ذهب بذهب وندفع فرق التمن. ده رأي جمهور العلماء، ما فيش إلا ابن القيم وابن تيمية بس اللي حلوا ذلك، وقالوا لا، الذهب لما يتباع يبقى خلاص كأنه أي سلعة، ويجوز بيع السلع، لكن ده غير صحيح.
ليه غير صحيح؟ لان انت الذهب ده له وزن، والذهب اللي انت بتبيعيه له وزن، وده له وزن، فما ينفعش ادفع فرق تمن. ما ينفعش ادفع فرق تمن بين حاجتين متساويتين في الوزن وفي الصنف، ده اللي ده ذهب وده ذهب، ده عيار 24 وده عيار 24، ده 5 جرام وده 5 جرام، يبقى لازم ما يكونش في فرق تمن. لذلك اللي بيبدل عدس بعدس عدس بعدس ويدفع فرق التمن وقع في الربا. اللي بيبدل ملح، حتى قال لي الملح بالملح سواء بسواء مثلا باسم يدا بيد، لازم يكون متساويين في المقدار. يعني تدي له 3 كيلو ملح، 3 جرام ملح، تاخد منه 3 جرام ملح، ما تدفعش فرق التمن، مش بالذهب. ف المساله في منتهى الخطوره، واكل الربا ملعون والعياذ بالله، لعن الله اكل الربا وموكله وشاهدا وكاتبه وشاهدي عدله. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شو نشر هذا علمي قوما عظيما لعل علما فلا ادرى عن يوم القيامه ننقل ذلك من اجل جنون شايف تشوش تفعيل الجرس والاشراق في القناه ليصلكم كل جديد. ساعدوني على شخص سنه. اقول قولي هذا، استغفر الله جل وعلا.